Gak. Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Ali Idrus, Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Atas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Rahman Al-Atas, Zimman Arhi Sahib Al-Makam Al-Habib, Ya'far Bishaykhan bin Ali Asliqaf wa Asulihi wa Fur'ihi, Zimman Arhi Al-Habib Ali Bishaykhan bin Ahmad Asliqaf, Al-Habib Abdul Qadib bin Husin Bishaykhan Asliqaf, الحبيب هادي بن صادق بن شيخ بن سالم حبيب محمد بن أحمد المهضر الحبيب الصالح بن موسين بن أحمد الحامد حبيب عبدو بن علي حداد الحبيب الشيخ بن أحمد بافكي الحبيب عبد الكاتب بن أحمد بيلفكي الحبيب عبدو بن عبد الكاتب بن أحمد بيلفكي الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى الحبيب أبو بكر بن حسين أسقاف الحبيب حسين بن هادي الحامد الحبيب عبد الكاتب بن أحمد أسقاف سيد عباس الملك الحسني الحبيب محمد بن علي بن عباس الملك الحسني الحبيب حسن بن أحمد بن حسين بهرون الحبيب محسن بن محمد حداد الحبيب أحمد بن علي أسيب منذر بن فضل سوى الحبيب هاشم بن يحيى الحبيب إدريس بن هدى أسقاف الحبيب أبو بكر المشهور الشيخ علي يحيى الوري والشيخ علي رمضان البوتي وبابا راضي القية بنت جعفر السقاف وبابا فاطمة بنت جعفر السقاف وبابا راضي الكاف وأصوله وفروعه نوره الشيخ هاشم الشاري والشيخ عامر محمد يا حسن يا أحمد خالد يا أحمد صديق بن صديق يا أسعد العارف يا مسلم بن طاهر يا أحمد جوفري بن جوفري يا أحمد جوفري يا أحمد سلم بن سهل يا حسن مغلي يا أحمد بدري يا أحمد حمزة يا أبو وفاك يا كبن ياسين يا أحمد سبادر يا مسعود يا أحمد جزور يا إمام الزبر يا أنور نور يا محمد بدوة نور يا أولي الألباب نواوي وأصوله وفروعه ثم نراه جميع أولياء تسعة خصوصا نراه مسنا أبرات رحمة رحمة الله مسنا وجد مسنا بون مسنا درجات وصولي وفروهم ثم جميع أولياء هذه الولاية هذه الدائرة خصوصا نراه بسيد سليمان وحسن سنسي وسلم سندي وسعد وسكر الدين وصوله وفروهم ثم نروح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ثم نروح من أمر ومن عمل في هذا المسجد سابقا ولاحقا خصوصا نروح الحبيب علي بن حسين الحبشي الحبيب هاشم الحبيب حسن بن هاشم الحبشي الحبيب محسن بن عبد الله بن السقاف يا حبيب حسن بن محمد بن هود السقاف يا أحمد بيتوبي أجي كسوري أجي يحيى سالم أجي سبكر بابا قصم جمياتي بابا أنا قصي بابا أمير أتني بابا تونك بابا لطفي وأصوله وفروعهم أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة بخير ولطف وعافية ثم إلى جميع معلمنا حسن نسب حبيب عمر بن محمد بن شهر بن سالم الأستاذ الحبيب زين بن ابن بسمد الأستاذ الحبيب علي زنال بن جوفري ثم إلى مربي أرواحنا الأستاذ الحبيب توفي بن عبد الكاتب بن حسين بن شكا وأسكاف اللهم طول أمرهم في طاعتنا ويسر لأمورهم أمور الدنيا والدين واقض حاجة حاجة من آخرة أن الله يولي درجة الجنة ويعيد علينا من بركته وأسراره وأنواره وعلومه ورفعته في الدين والدين والآخرة ثم إلى روح وصلنا لصاحب المقام الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الحبشي أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم من أمور الدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة شاملة على ما نصرفنا صالح بالقبول بجاه رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بشر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي
ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من ربي السماء. السلام عليك.
السلام
القيامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى النتقيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكافي سلطانه الفاتح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجدو عظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وفسد من فيض المنة ما جرت في أقداره القسمة فارسل إليه مشرف خلقه وجل عبيد الرحمة لعل قدرته لزنية بخلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كامنة ظهرت في هيكل المحمود وتعطرت بوجود أكناف الوجود وطرست ثلث العوالم بفراش التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سجل الحق في عالم القدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل ذكره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما جتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حدة الامتنان ما يعجز عن وصف لسان حار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه إذ انتشر منه في عالم البطون والذور ما ملا الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التشريك بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه عن أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله بأمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة عند شرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل علي غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعينة الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال أشرف الناس بوده وحبه ما عطر الأقوال من أشر كرام نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله على طه اليماني. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني. شفيع الخلق في يوم القيامة. شفيع الخلق في يوم القيامة. دعوني فالذي ودعاني وابدالي من البشرى علامة وأظهر لي غمضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام. صلاة الله على طه اليماني. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم يوم القيامة. سقاني الكأس وفدي من سقاني ألا لله من تلك المدامة وفك الكيد من بعد
ريحاني وأتحفني بأنواع الكرامة. صلاة الله على طه اليماني. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. شفيع الخلق في يوم القيامة. واوضح في الهوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملامة. مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة. صلاة الله على طه اليماني. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. حضر عليهم امطرت تلك الغمامة. وهم في السوق ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى علامة. صلاة الله على طه اليماني. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. شفيع الخلق في يوم القيامة. أدل على الرضا في كل آن ولا يخشون عقبا ندما. لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمام. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله. ساقين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل ياني وآله ما سجعكم للحمامة. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي رسول الله. ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. قد إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم. صلى الله عليه وسلم. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. صلى الله عليه وسلم. فانفلقت بل التصوير لأعلم مدلك الكبير عن جمال مسعود بالعين. صلى الله عليه وسلم. عابد الكمال المدلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك
الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سرب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر الدام الذي يتنكل في بروجه يتشرف بموت استقراره وموضع حروجه وقد قدت الأقدار العدلة بما قدت وعدرت بسر هذا النور ما عدهرت وخصصت به من خصصت فكان مستوفي العسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور الحير الأفكار ظهوره وبهر وتعلقت همة راكب لهذه الخروف لأن يركب في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وسلم فإن كانت العجل لا تفي بعجل يشارع في ذلك الموصوف تسليقا للسامعين من حواس المؤمنين وتربيع للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعلنا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزاني إلى تدبين ما حفظ من زار أشراف المهلوكين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي رياض في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعي تعلوت بهذه الحضرة الكريمة ولكن الشوق إلى شمع صفية العديمة ولعل الله يهواء به المتكلم والسامع ويدخل في شفاعة هذا النبي شافع ويتروى حال روح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخد ما حركته في الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والسمائل التي هي أحسن السمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شعن هذا الحبيب من أحيبار وآشر ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس والسنازه في حدائق أسماء والأبصار وقد بلغنا في أحاديث مشهورة أن أول شيء خلقه هو النور الموضع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العلام ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أحرج عبد الرزاق بسندي عن جبير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وعمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جبير إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا
في الخلق وآخرهم في البر صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرافهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من سأد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودع هذا نور المبين أسلاب ببدون من زرفته من العالمين. وتنقل هذا نور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر الأديم وأمه التي هي في المخاف في آمنة السيدات الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بدنها ودمته أعصاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسونها وحملته برعايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه علما ولا إلالا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقروب وعبده بروج إلى عالم الشهادة لتنبسط على أحل هذا العالم قيود فضله وتنتشر فيها سر مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بارك على ولاله صلى الله عليه ومزلق بيادة رت المقنونة والجفرة المصونة والغلغل يسبيخ ويمشي في شرور وابتهاج في كرب ذور إشراك هذا الشراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى تقاط جواهر كنوز صلى الله عليه دابت الكرش إن تقف بسرح العبارة مؤلة كمال البشارة ومن حمل حملت في ذلك العام إلى تأتي حملها بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. على الأرض والسماوات متدفحات عن بيت الفرح بملاقات أشرف البريات وبرزه من عالم الفاية إلى عالم الزهور وتنقل في البطون والثور وصلوا في الوجود وتذكرهم وفتت في العالم كبير مدى التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب أعلى الذي السماوات والأرض وما فيهن بترهيب وانظروا جد الإلهي على أهل الوجود تجد والجنات الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور يبرز نور كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفت الحق الحكمة على من ندم الله عليه النعمة من
من خواج الأمة أن يذر عند وجهه أمة تأنس لجنبه المسعود ومشاركاتها في هذا سمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما أهما من الخور العين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية. وهذا الوقت وعلى ودور وجود هذا المولود فانفلق صبح القلم من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مطعنا لله بالتعظيم والسجود. آمين الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Yeah.
مرحبا 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 يا نور العيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا رسول الله يا أهل البكاء إلا بك نسعد وبجاه إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودنا نجس سلام المستمر لي سلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم بني يومي برز رافعا ظرفه الى السماء مميا بذلك اشرفه الى ان له شرف علمته والسماء وكان وقت مولد النبي سيد الكونين من السور سر من السور سر رب الاول ومن الايام يوم الاثنين صلى الله وموت بنته وقبره في الحرمين وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم مقتولا مقبولا مقتولا سرا نفل ذلك لشرف عند الله ايدي القدره وما بروزي الى هذا لم يظهر من العجائب ما يدل على انه اشرف المخلوقين وافضل الحبائب صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ان عبد الرحمن بن ابي بكر في ان امه صفائي رضي الله عنهما قالت لما ولد امنت رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوى على يدي فسالت وسمت قيل له قيل يقول رحمك الله او رحمك ربك صلى الله. قالت الصفائي بعد واذن له ما بين المشرق والمغرب حتى نرضوا إلى باتس قلوب الروم قال ثم لبس وجده فلما اثبتوا عن خشيه عن ظلمه وارض وقصيره يمينه
فسمعتك إلى يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. واذكر ذلك أني زمى وذن رب وذلمة وكسر ذن يا يساري. فسمعتك إلى يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل حديث مني أن ألا بال ألا بال حتى أبتعث الله. وكنت من أول الناس إسلاما من عظيم المجزات وبير آيات البينات لما يكتب آيات مصر من عند مولاه. وأن أين أين آياته في كل أدخير ترأى. وأن أولادي لا شراس مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم محاسن أخلاق بما تضيق عن تكفئ كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه. فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. صلى الله عليه. ولو مع سنة أخلاق الأيوة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشوي الطيب تعطرت الدرق والمنازل وبعرف ذكري تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشاني ولو العلا في مجدي ومكاني. أوصاف عز قد تعالى مجدها خدت على نجم سهام عناني. صلى الله عليه. وقد انبسط القلب في تدوين ما فاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عناد الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para hadirin, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa ta'alim, sehingga kita bisa menambah ilmu lewat kajian daripada ilmu-ilmu syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan oleh beberapa hukama mengatakan ada 6 perkara yang apabila semuanya sibuk dengan perkara ini maka sibukkanlah kita semuanya ini dengan 6 perkara. Yaitu yang pertama, kalau mereka sibuk memperbanyak amal maka sibukkanlah diri kita ini memperbaiki dan memperindah amal.
Kalau mereka sibuk dengan amalan sunnah mereka itu, maka kita ini sibukkanlah dengan menyempurnakan apa yang wajib atas kita. Dan apabila mereka sibuk memperbaiki zahirnya mereka, maka yang terpenting untuk kita yaitu perbaikilah batin kita. Mereka mencari aib orang lain, maka jangan sibuk mencari aib orang lain, tapi sibuklah diri kita ini dengan aib diri kita sendiri. Kemudian juga mereka mengatakan, kalau mereka sibuk mencari dunia, janganlah kita ini seperti mereka, tapi sibuklah kita ini dengan sibuk mencari kehidupan akhirat. Dan terakhir, kalau mereka sibuk mencari ridho makhluk, atau mencari ketenaran, mencari jadi umpamanya terkenal, umpamanya seperti itu, tapi kita jangan apa, carilah kita ini ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang memang benar-benar mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan niatan kita hadir di acara Maulid ini bukan mencari apa-apa, tapi mencari yaitu nanti terakhir syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amin. Mulai karena itu mari kita dengarkan taklim dari beliau Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Idrus menggunakan kitab Sulam Taufik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intiba' wal ibadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u as-sujudu. As-sujudu marrataini bi ayyadha jabhatahu ala musallah maksufatan wa mutasakilan biha wa munakkisan wa yadu'a say'an min rukbatayhi wa min butuni kafaihi wa min butuni asabi'a rijlaihi. Rukun sholat yang berikutnya adalah at-tasi', yaitu kesembilan as-sujud, yaitu sujud. As-sujudu marrataini, sujudnya dua kali. Bi ayyadha jabhatahu, bagaimana sujud yang benar yang sah itu? Bi ayyadha jabhatah, yaitu dengan meletakkan dahinya ala musallahu, ke tempat sujud, ke tempat sholat. Maksufatan wa mutasakilan biha wa munakkisan, yaitu mutasakilan. Apa mutasakilan itu? Mutasakilan itu dengan memperberat, menekan jahinya, bukan ditempel saja, tapi ada tekanan. Tapi tekanannya bagaimana? Ditekan biasa, ditekan sedang, atau ditekan digesek-gesek sampai jahinya hitam. Mutasakilan di sini yaitu yang penting kamu kalau meletakkan dahi kamu kalau sujud itu jangan seperti orang ngambang. Asal main tekan aja. Atau seakan-akan ditekan tapi enggak nempel. Nah, mutasakilan di sini memperberat tekanan. Artinya ada usaha kamu untuk meletakkan dahi kamu ke atas tanah tadi itu atau ke tempat sujud itu ada tekanan. Seperti yang digambarkan kalau kita menaruh di situ kapas atau busa atau misalnya tepung kita taruh ada di tempat sholat kita, itu ada bekas dahi kita. Kalau misalnya ada busa, berarti busanya itu apa namanya?
mengempis. Ya. Bosone sampean apa mengempisi? Kempes. Ya. Sampean beli busa, misal ini buat percobaan, beli busa, sampean latihan meletakkan dahi, ya. Ini dahi alias batuk, ya. Alias dahi kita itu kita letakkan di atas busa tadi itu. Kalau busa tadi itu mengempis, kempes, berarti itu sudah syaratnya sujud kita itu dikatakan sah. Jangan mutasakilan, karena di sini artinya mutasakil memperberat, menekan, memakin, sehingga kamu tekan atau kamu gesek-gesekkan sampai akhirnya ada goresan ada di dahi kamu, sehingga muncul namanya warna hitam ada di dahi. Ini salah fatal. Bahkan Nabi ketika menoleh ke belakang, ada seseorang itu dahinya hitam. Nabi tidak menghiraukan itu orang, padahal orang itu menyapa Nabi. Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Enggak direken sama Rasulullah. Sampai tiga kali. Ini Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin ya. Berarti ini ada sesuatu yang fatal. Ini orang kalau sujud dahinya ditekan untuk menunjukkan bahwa dia itu ahli sujud. Ahli sholat. Lah kalau memang ini tekanan dahi ini ada di tanah ini menyebabkan dahi hitam, maka satu-satunya manusia yang pertama yang dahinya hitam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sampai ada bangga misalnya ada pentolan luru ireng begini, wah berarti ini lek sujud tepak atau ahli sujud nih. Maka nilai sembahyang itu lek iso gawe sejadah. Ya, engko ana sejadah api di kene golek ana sing di lantai. Ya. Dikasih sejadah babut fungsinya supaya apa? Supaya kamu enggak ada gesekan. Batu iku gak gampang apa istilah peset-peset ngono. Bobo. Dedes. Jarine Habib dedes. Ya. Dolek lek sembahyang golekno babut. Dikeki babut supaya enggak muncul warna hitam ada di dahi kita, ya. Yang penting ada tekanan. Tapi tekanannya itu ya kamu rasakan sendiri bagaimana kamu itu menekan kalau dahi itu di atas tanah. Ya. Baik. Kemudian syarat yang pertama yaitu memperberat tadi itu ya. Ya. Dengan sekedar menempel ke tempat sujud. Ya. Wanakisan. Wanakisan itu apa? Dalam keadaan kalau kamu sholat itu pinggul. Pinggul atau bahasa kerennya pantat. Pantat itu harus lebih tinggi daripada kepala. Jangan sejajar. Atau kalau kamu sujud itu seperti orang ya, kucing lagi menyenderkan kepalanya. Tapi pantatnya itu pinggulnya harus lebih tinggi daripada kepala. Ini sujud yang sah, bukan sujud yang benar. Sujud yang sah. Lah, kalau kamu misalnya dihadapkan sholat ini lagi penuh. Tiba-tiba di belakang itu ada seperti semen, tambahan semen, semennya ini seperti Superman ini. Ngetril. Terus kamu sembahyang di situ. Kira-kira pantatnya di mana ini? Di atas atau di bawah? Di bawah. Pinggulnya sampean di bawah. Sampean maksa karena enggak ada soft sudah. Softnya sudah kehabisan soft, sampean milih di situ kebetulan ada tangga misalnya, ada tangga atau ada semacam lantai, ya itu bentuknya seperti ke bawah begini. Terus sampean sembahyang ada di situ, sembahyang ada di situ, maka posisinya kepalanya di atas, pinggulnya di bawah, nggak sah sholat seperti ini, paham ya? Jadi kepala harus di bawah, pinggulnya harus di atas. Ya. Ya. Kemudian wayadha usai'an min rukbatihi, menaruh sesuatu walaupun sedikit dari kedua lututnya.
wa min butuni wa kafaihi, dan juga apa? Menaruh sesuatu walaupun sedikit itu ada di kedua telapak tangannya, wa min butuni asabihi rijlaihi, dan menaruh sesuatu atau meletakkan sesuatu ke bagian dalam jari-jari kedua kakinya. Maksudnya begini, sujud itu dikatakan sah apabila dilakukan oleh 7 anggota badan. Coba kita hitung, yang pertama apa? Dahi, satu. Yang kedua, yang kedua adalah kedua telapak tangan bagian dalam, bukan kedua tangan. Kalau kamu bilang kedua tangan, berarti kamu bisa sujudnya seperti orang mukul. Ya. Atau kamu misalnya sujudnya begini. Atau sujudnya kamu balik seperti ini. Atau seperti orang karate. Jadi begini. Bisa juga begini sujudnya. Ya, tangan. Jadi kedua telapak tangan bagian dalam. Mana bagian dalam itu? Ini bagian dalam. Jadi kalau kamu mau sujud misalnya model pakai tangan satu begini, sah. Misalnya sampean kan biasa apa jenenge iku? Ustaz misalnya. Mari ngono sampean sujude iku gaya. Wah, ngene ya. Hanya dengan satu jari, tapi bagian dalam ya. Bagian dalam sah. Syaratnya harus bagian dalam. Atau seperti ini misalnya. Tapi bukan kuku. Kalau kuku dia tidak termasuk tangan. Ya. Atau kamu enggak punya kukunya, kamu pakai kulit yang paling ujung. Wah, ini. Tapi siap-siap sampean mulai marsir ke sembayang, putul kabeh tangan sampean. Ya. Begini. Atau begini, mencengkrong. Ah, mencengkrong ya. Nah, begini. Kadang orang sholat itu kan kadang seperti ini, aneh-aneh. Ya. Kita lihat kalau orang sembahyang itu kalau sujud itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang ditempel aja, ada yang diletakkan. Yang paling afdol adalah meletakkan semua telapak tangan bagian dalam mengarah ke kiblat seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sampean misalnya lagi lemes, lagi loyo misalnya, durung gajian ya enggak apa-apa lah. Ya, telapak tangannya seperti ini ya, lemes-lemes sedikit enggak apa-apa. Ya. Tapi usahakan kalau kamu meletakkan kedua telapak tangan kamu itu ya, itu semuanya letakkan, taruh ada di atas tempat sujud kamu sejajar dengan telinga. Jadi seperti ini. Coba jangan terlalu lapet, kata Nabi. Kamu kalau sujud, meletakkan kedua telapak, agak kamu renggangkan sedikit. Tapi semua ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Wong saiki kan macam-macam, ono sing ini. Koyok kate, apa itu, ngancelap uang. Ono sing ini, macam-macam wong sembahyang. Sak model-model ini. Jadi kalau yang benar bagaimana? Kamu letakkan kedua telapak tangan kamu bagian dalam, ya. Jangan kamu balik. Lek kamu balik berarti bukan meletakkan bagian dalam tapi bagian luar. Letakkan sejajar, renggangkan sedikit jari-jari kamu menghadap ke arah kiblat sejajar dengan telinga. Minimal kalau kamu terlalu fokus memikirkan hal itu, ya sudah. Yang penting kamu letakkan sudah telapak tangan kamu. Ya. Itu. Kemudian tadi satu dahi, dua kedua telapak tangan bagian dalam, berarti tiga. Kemudian kedua lutut, sebagian daripada lutut, nggak apa-apa. Pokoknya dengkul. Ya. Dua lutut berarti lima. Kemudian setelah itu, kedua apa? Jari-jari kaki bagian dalam.
Jadi kalau kamu sujud, orang ini aneh-aneh Pak. Kadang lek isi kile sampean delok ndek mburing, ono sing awan. Ya. Mari ngono ono sing ditekuk tapi tekuke ndak ngene tapi ngene. Ya. Kemudian hanya ada yang nempel saja satu misalnya. Atau kukunya saja. Kadang kok diangkat didukno, diangkat didukno. Nah. Yang sah bagaimana? Jari-jari kaki. Ini saya ibaratkan kaki ya. Berarti ini jari-jari kaki ini kamu tekan. Muni, tak kena kena muni krek kemiannya. Berarti sampai nak kepingin latihan nak muni krek krek. Berarti sampai neken nih. Ya. Ditekan sehingga jari-jari itu menghadap ke kiblat. Kalau tidak seperti itu, tidak apa-apa. Minimal kamu meletakkan saja. Meletakkan jari-jari kaki kamu menempel ke tanah. Walaupun tidak kamu hadapkan ke kiblat tetap sah. Cuma afdolnya itu kalau kamu tekan seperti ini, ya, sehingga semua jari-jari ini menghadap ke kiblat. Kecuali orang yang sakit, udah tua, mungkin kegemukan, tidak bisa ditekuk ya. Kan mau ngelembu kan tidak bisa. Sembayang kan gini ya. Jadi sih ditekuk itu cuma apa ibu jari ini, ini dok, enggak apa. Yang penting ada satu saja. Bagian dalam daripada jari-jari telapak kaki bagian dalam yang nempel sudah sah sujudnya. Cuma hati-hati kadang sampean itu moro angin enggak kuat. Kalau enggak bisa enggak kuat sehingga menyebabkan susah untuk menempelkan jari-jari bagian dalam, sujudnya aja digawe sujud apa? Sujudnya itu apa namanya? Usahakan untuk bisa masuk. Bisa masuk, kalau tidak bisa, karena sakit, terpaksa Anda bisa duduk. Ya. Bisa duduk, jangan dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Yang penting itu, kedua jari-jari telapak kaki bagian dalam menyentuh ke lantai. Dan yang paling penting, anggota-anggota badan kita yang diwajibkan nempel ada di atas tanah tidak boleh dihalangi oleh sesuatu apapun yang bergerak. Contoh, ini apa? Kok pondok ya? Kopiah. Dahi ini kan harus diletakkan di atas lantai. Kalau kamu model-model kopiah kamu buat seperti ini, niru bupati misalnya. Ya, kayak gini, berarti kamu meletakkan anggota badan kamu yang wajib diletakkan di atas tanah dihalang-halangi oleh sesuatu yang bergerak. Kopiah ini ikut bergerak enggak waktu kamu sholat? Duh, kok enggak? Bergerak kan? Kalau kamu itidal, kuplu emelumi itidal. Ya. Kalau kamu sujud, kopiahnya ikut sujud. Maka anggota badan yang wajib nempel di atas tanah itu tidak boleh dihalangi oleh sesuatu apapun yang dipakai yang bergerak. Contoh lagi apa? Pakaian. Serban. Nah, iki sing paling sering iki. Sampeyan nek gawe serban oleh, cuma ojo karena model-modelan toh, tapi harus ngerti. Ya. Serban ini sesuatu yang dipakai, ya kan? Kamu pakai kan dalam salat? Ikut bergerak enggak ini ketika salat? Ikut. Lah ini pakaian ini tidak boleh menghalangi anggota badan kamu ketika sujud. Contoh ini. Nih, misalnya orang Jawa bilang delewer. Sampai lek bahasa anu terlalu mentit ya, kadang enggak ngerti. Lah ini delewer ini. Terus sampean sujud. Berarti dahi kamu itu dihalangi oleh pakaian kah? Enggak sah. Ya. Atau begini, terus tangan kamu nempel ada di sini. Di serban kamu ini, nempel begini. Enggak sah. Loh, lah kalau begini bagaimana kesulitan saya? Masa begini? Ya, lepasan, lempar. Lempar serban kamu ini supaya enggak jadi pakaian. Lempar, tekan enggak apa-apa. Paham kan? Begitu juga, makanya hati-hati lek gawe klambi ku ojo kombor-kombor. Engko klambine bapake digawe. Kombor-kombor begini. Tuh, sampe tak ketok tangane. Mari ngono sampean begini.
Nah begini nih. Tuh. Berarti telapak tangan bagian dalam kamu itu menempel ada di pakaian kamu. Kecuali apa? Kecuali arloji, aki, itu beda. Itu bukan termasuk pakaian. Itu termasuk hiasan. Lek ngono kalau gawe aki bi sakno padahlan lho ya. Kalau gawe aki. Ya, repot lek kalau gawe aki. Terus apalagi yang bukan pakaian? Kalau kamu bisa kasih contoh begitu. Hah? Rambut. Rambut itu sesuatu yang bergerak, mengikuti kalau kamu sholat. Ya. Kalau rambut kamu menghalangi dahi kamu, maka dahi kamu tidak menempel ke tanah, tapi menempel ke pakaian kamu. Makanya apa orang nom-noman itu, lek rambutnya dawa ngarep itu, lek sembahyang kayak di model. Wing-wing. Takutnya lo gak ngerti asli ini. Cuma dia itu merasa dalam hatinya, aku kok gak tepak ya. Rambut saya menghalangi dahi saya itu seperti apa? Suster ngesot. Makanya mereka itu, anak-anak muda itu kalau sembahyang sibuk sama rambutnya. Aslinya dia enggak tahu, coba kamu tanyain, kenapa kamu begitu? Enggak tahu. Ya. Makanya enggak usah model-model, rambutnya enggak usah didowo-dowo ngono. Ya. Lek kepengin dowo, dowo mburi ae kunciten. Ojo dowo ngarep. Ya. Ngono dowo ngarep sangak kuntilanak sampean. Ya. Jadi sesuatu yang menjadi pakaian kita dan bergerak mengikuti ketika sholat, jangan sampai menghalangi anggota badan kamu ketika kamu sujud. Contoh lagi, sarung kepanjangan. Utawa gai gomis kedawan. Ketika dia sujud, kedua kakinya tadi itu menghalangi. Nempel atau ngincai. Ngincai gomisnya sampean, ngincai sarungnya sampean. Nah itu tidak boleh. Ya. Dan kedua lain halnya lutut. Nah ini terkecualian ini. Sampe tak kon mikir mau gak ketok-ketok aku mau mikir opo yo. Baru ini. Kedua lutut kamu ini kan harus menempel ke tanah. Tapi tidak boleh terbuka. Nah ini loh. Loh, Beb. Ini kan sarung kan pakaian kita, Beb. Katanya kan enggak boleh. Nah, perkecualian Pak, lalek sampean kene no Pak, sampean buka aurat, yo batal sembayangi. Ya, nah, ini sampean selamat pas mulai moro ini. Oh, bocor ini Habib Pak, mumpung durung ini, ya, mumpung durung. Ya, karena itu tidak bisa, karena kalau kita buka begini dengan alasan, lutut kita dihalangi oleh sarung kita kan pakaian. Ya, ini lek wong belajar. Tak ngaji belajar dewi, akhirnya dibuka bide, dibuka kelihatan lututnya. Lutut itu kan termasuk bagian aurat laki-laki. Ya, jadi tak boleh tetap harus tertutup, tidak boleh terbuka. Cukup. Ada pertanyaan? Nanti ada panjangnya silakan. Kaos kaki. Kaos kaki ini ada kaos kaki, ada khuf. Ya. Itu ada pembahasan masalah khuf. Kalau kaos kaki ini, yes, kita lihat dulu. Kaos kakinya ini ada syaratnya. Nah ini pembicaranya masalah khuf ini. Masalah khuf. Jadi kaos kaki itu bisa dikatakan khuf, itu kalau dia itu tahan. Tidak bisa dimasuki dengan air. Air tidak bisa masuk. Dan dia harus kuat, tidak boleh robek. Nah, itu syarat-syaratnya. Kalau kaos kakinya seperti itu modelnya, maka nanti ada cara pemakaiannya sendiri. Jadi sebelum Anda pakai itu, ya, sampean harus wudu dulu. Nah, setelah wudu, sampean musafir itu dikasih batas 3 hari. Nah itu ada pembatasan sendiri. Tapi kalau pakai kaos kaki itu tidak mengapa, tapi harus ada syarat-syaratnya tadi itu. Itu pembahasannya masalah khuf nanti. Ya. Lebih amannya enggak usah pakai. Jangan dipakai itu kaos kaki itu. Kalau kamu pakai kaos kaki tidak ada dasarnya,
Bukan masalah khuf, hanya kamu pakai. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak memenuhi syarat. Otomatis batalnya itu bukan dikarenakan karena kaki kamu dihalangi oleh kaos kaki, tapi kamu tidak sah itu karena pemakaian kamu itu syarat-syaratnya pemakaian khufnya salah. Itu. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Berarti mau mulai mikir berarti. Ya. Berarti malbu nang kene. Lah sing meneng-meneng iki berarti nak ngerti. Ya, lek sing takon insyaallah ngerti. Insyaallah, supaya semangat sampean takon nggih. Ya. Ada lagi pertanyaan masalah sujud? Hah? Putri gimana? Oh ya. Ah, ini juga ini. Ya ini kan makanya saya kan bilang. Ini pertanyaan sangat bagus. Kalau auratnya perempuan, ya, itu kan hanya apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Yang lainnya itu harus tertutup. Seperti kalau kita bicara masalah lutut tadi. Ini pertanyaan sangat bagus. Ya. Sampai bakal bingung, hari ini tidak boleh dihalangi oleh pakaian dan itu bergerak. Lah, kalau wanita bagaimana? Nah, kalau wanita, kembalikan lagi, kasih perbandingan. Karena wanita itu auratnya yang boleh dibuka di dalam sholat itu hanya dua. Apa? Wajah dan kedua telapak tangan bagian dalam. Ini aja yang boleh tampak. Selain itu tidak boleh tampak. Karena itu aurat. Ya, paham ya? Sama seperti kalau kita kembalikan laki-laki yang lutut tadi itu. Ya, ya. Tadi apa pertanyaannya? Untuk hidung. Untuk hidung ini adalah kesunahan. Kesunahan ketika kamu sujud, ketika meletakkan dahi. Kenapa hidung ini termasuk? Karena apa? Hidung ini muncul di depan daripada dahi. Maksudnya? Jadi kalau kita tidak menempelkan hidung, itu untuk menempelkan dahi ini ada susah. Mos, yo lek sampean irunge pesek gak apa-apa. Lah kok irungku banget ngene iki? Ya. Lek irunge pesek, insyaallah sik nututi dahinya. Lek hidungnya panjang seperti Habib Abdullah ini, gak iso. Ya. Gak iso. Kudu ditempelkan. Tetapi sekalipun pesek ataupun bangir, memang itu menempelkan hidung itu adalah bagian kesunahan ketika sujud. Termasuk kesempurnaan di dalam sholat dan itu adalah sunnah. Lepas dari bangir ataupun tidak bangir. Gitu. Ya, tetapi biasa dalam penjelasan-penjelasan itu, kalau kita sudah bisa menempelkan hidung, otomatis kita sempurna meletakkan dahi di atas tanah. Dan yang terakhir, ya, ini kalau pemahamannya keliru, maka muncul faham-faham yang menyimpang. Di antaranya apa? Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi, idza sajadta jambaihi. Kalau kamu meletak sujud ketika meletakkan idza adrakta sallam fayusalli. Kata Nabi, jika kamu sujud ya, di atas tanah, di atas bumi ataupun di atas tanah, maka wajib kamu laksanakan sholat kamu. Nah, ini dimaknai berarti kalau begitu, kalau kita sujud itu harus di tanah. Sehingga apa? Sebagian paham, mereka kalau kemana-mana itu bawa batu. Karena kalau di lantai tidak sah. Akhirnya mereka bawa kayu, bawa batu. Digunakan sebagai alat untuk sujud. Wah, ini kesalahan fatal. Padahal di situ ada penjelasan hadis yang lain, ada sambungannya. Fama ayyuhar rajulun dimanapun seseorang itu sholat fal yusolli, maka laksanakan sholat di mana-mana, mau di lapangan ya, mau di mall, mau di langgar, mau di tanah, mau dimanapun selama itu bumi, tidak harus tanah. Paham ya? Jadi sholat dimanapun bolehlah. Adapun sapu tangan, misalnya sapu tangan, kamu kalau ke atas lantai ini nggak suka, kemudian kamu meletakkan
apa misalnya ini serban ya sebagai sujud kamu, atau kamu meletakkan sapu tangan. Ini diperbolehkan, tapi kalau sapu tangan itu hukumnya makruh, khurus alal khilaf sebaiknya dihindari. Ya. Sapu tangan misalnya, atau anduk, sampean bawa anduk, sampean taruh gitu. Ya. Jadi gak masalah, mau sholat dimanapun, selama buminya Allah sah, tidak harus di tanah. Malah mundur pemikirannya, ya, mundur pemikirannya. Nah, saya sama ngembang di tanah, harus suka apa baduy. Aneh-aneh, ada yang bawa besi, bawa batu, lendak sama batu ini tidak sah nanti. Akhirnya terjadi pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan, masih banyak lagi sekitar sujud ini, sangat mendetail. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya kalau begitu buka, dia langsung tutup lagi. Tutup. Aurat. Ya. Yang dimaksud itu termasuk ini aja, kedua telapak tangan bagian dalam. Ya. Jadi biasa kaos tangan. Kaos tangan. Ya, sebetulnya enggak pakai kaos tangan enggak perlu. Kita kan biasa kalau mukena itu kan ada iketannya ya. Ada iketan. Ya, kan biasanya kalau kita pakai mukena itu kan biasanya kan ada kayak iketannya di sini itu. Ada iketan terus ada semacam di silang-silangkan ada di jari itu ada biasanya mukena itu. Ya kalau itu kita usahakan kalau misalnya enggak ada seperti itu, kemungkinan bisa buka tutup lagi, sama seperti kalau kita sembahyang kena angin. Kita sholat sarungnya kena angin, kemudian buka, cepat-cepat ditutup. Ya seperti itu. Misalnya mau kena ini, tiba-tiba nggak sengaja buka, tutup lagi, tutup. Paham ya? Jadi sebetulnya mau kena ini lebih panjang dari tangan kita. Ya, jadi waktu tapi dia itu lobang. Lobang itu sengaja kalau dilihat itu kelihatan telapak tangannya. Insya Allah kalau kita bergerak, insya Allah tidak sampai buka ini. Kecuali lek mukena rusak, mau dikerek leher. Ya. Begitu ya maksudnya ya. Ya, taib. Nah, kalau gitu kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbah la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril asraril Fatihah. Mohon maaf, ada pengumuman termasuk amanah dari guru diumumkan untuk sumbangan atau terkait dengan adanya lembaga sosial Yayasan Al-Mauna Sunia Salafiyah Pasuruan pimpinan daripada guru kita Ustaz Habib Taufik bin Abdul Ghadir Askaf menghimbau para kaum muslimin untuk menyisihkan sedikit rezekinya dalam pembangunan rumah sakit Al-Ma'unah ya. Rumah sakit ini yang bermanfaat sekali untuk kita semuanya kaum muslimin yang ada di Pasuruan atau sekitarnya. Silakan bisa berdonasikan langsung ke Al-Ma'unah atau ke tempat-tempat majelis yang diasuh oleh beliau Ustaz Habib Taufik Nadukan Syekh. Ada di rumahnya atau di pondoknya ataupun bisa langsung ke Al-Ma'unahnya ya. Atau juga melalui transfer bisa melalui nomor-nomor yang sudah ada menyebar di grup WA semuanya. Ala kulli hal, ya mudah-mudahan dengan niatan hatta 1000, 2000, 5000 kalau kita niatan insya Allah jadi sedekah jariah yang akan mengalir terus. Karena apa? Rumah sakit ini digunakan terus, maka kamu atau kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus ya. Amin ya rabbal alamin. قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا
سيدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جد وفضل علينا عام جد وفضل علينا عام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل منا جميع الهام وزل منا بذكر مشاربنا طابت بذكر مشاربنا وكم من الل علينا كام وكم من الل علينا كام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميعنا وزال منا جميعنا في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل منا جميع الهام وزل منا جميع الهام صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا على فصيح كذا أعجام على فصيح كذا أعجام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام وزال منا جميع الهام اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد في المهد العلى الى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. ولما نظم الفكر من دار الاوصاف المحمديه توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشهورا وفيدي محمودا فكب أمري بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة آمين. يا من الله تتوجه الآمان فتعوذ الله آمين. في جديد حتى الرحال وتخشى من فيوضات الغامرة آمين. نتوجه إليك يشرف الوسائل لديك سيد المرسلين
من أبنك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومغرب أصدادك في عبادك وساكك وسيرشادك لأهل بلادك سيدنا وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين ومصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك لرب من أحبابك اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تقصنا بجميع أدبارنا وتقلباتنا بجميع دعايتك وحسن وقايتك أمين أتبلغنا من شرف القرب إليك من هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتفاق من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين أمين وقينا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا وادخلنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفرة والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبشر وله وأمة ببركته وشرف جدي أولادنا ووالدينا ولقطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات أهدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مع النهوة والنورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين آمين واقضي العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقوال وأيد بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وجعلنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سورة الفاتحة